أستاذ يوسف، من الذي أطلق الطلقة الأولى برأيك وكان وراء اندلاع هذه الحرب؟ الذي أطلق الطلقة الأولى هم الكيزان والفلول، وهذه حرب مدبرة، نحن دفعنا دفعا لهذه الحرب. انتشر فيديو لك وأنت داخل أحد المباني على ما يبدو أنها تعود للإذاعة والتلفزيون مساء يوم 16 أبريل، ما الذي كنت تفعله؟ أنت شفت الفيديو؟ نعم نعم رأيت الفيديو، وكل الشعب السوداني والعالم رأى الفيديو. الحقيقة أنا كنت نايم، لكن جاني حمار النوم ولقيت نفسي في الإذاعة. هل كنت ستذيع بيان استلام السلطة أم ماذا كنت تفعل بالتحديد أخ يوسف؟ الحقيقة أنا عن إذنك جاتني مكالمة من أمي أرد عليها وأجي راجع.